ممكن اشارك لو تكرمتم. حسن عوض، تفضل حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني انا شايف انه النقاش ان شاء الله يكون هادف، بس اشوفه انه كله في مسائل يعني ليست هي الاصل. الاصل ان النقاش يدور حول مسألة عظيمة مهمة وهي الإمامة، لانها تعتبر ركن عند الاخوان الشيعة من اركان الدين. وانتم شنو عندكم الإمامة؟ لحظة، وانتم شنو عندكم الإمامة؟ ممكن اكمل كلامي لو سمحت؟ لا لا، انتم احنا عندنا ركن، انتم شنو عندكم؟ الإمامة اللي هي بمعنى انه يعني إمام معصوم من الله وانه منص من الله عز وجل. انت عندكم هدوء، الإمامة عندكم اصل ولا لا؟ الإمامة بمعنى الخلافة او الإمامة العصمة. شنو الإمامة؟ العصمة شنو الشيء والخلافة؟ انت الان ابو بكر مو إمام؟ ابو بكر إمام ولا لا؟ خليفة للمسلمين ابو بكر. الخليفة يختلف عن الإمام؟ لا، اذا تقصد إمام بمعنى انه مسؤول عن السياسة الشرعية والدينية، نعم، لكن انه معصوم ومنصب من الله. لا لا، الان انت النبي عندك مو معصوم، هاي المعصوم اترك. اذا اثبتت لي انه النبي معصوم انا اترك التشيع. شوف اذا اثبتت لي انه نبيك معصوم انا اترك التشيع كاملا. هذا تركه لتي. الان الامام عندكم هذه اصل من اصول الدين عندكم، بل لا قوام للدين والدنيا الا بها ولا لا؟ واللي يقول هذا الكلام شنو حكمه؟ انا اقول انه انسان يعني فهم خطا او انه مغلوط. خلاص احنا ايضا خلاص ما دام فهمنا خطا هو هذا اللي يقول. شوف اخواني، اللي يقول ان الامامه اصل الدين بل لا قوام للدين والدنيا الا بها فهمه خطا. احنا فهمنا خطا، ليش احنا حكمنا شيء اخر؟ قول فهمكم خطا. طيب تفضل. انا اقول لك ليش يا اخواني، واحد يا اخي، مو دا اتكلم معاه، خليه يكمل واقدمك. اي تفضل. طيب لو سمحتم، الان هذا الامامه ركن من اركان الدين، فهذه لا، هذا عندك اوقف، راح نرجع نعيد. عندك انت ركن ونص، مو بس ركن، الا اذا تقول اتخلى عنها وتكفر علمائك. وانا الان ايش قد مستعد اجيب لك كتب، مستعد اجيب لك 10 كتب الان، ومن ضمن اقوال ابن تيميه. شوف انا محضرهن. شوف هاي الأربعين في اصول الدين، هذا الفتح والتمكين، هذا اصول الدين، كلها مال اصول الدين ترى محضر لك اياها. الامامه عندكم اصل من اصول الدين، بل انه عندكم اللي كتبه الان واجب. ها؟ واجب، هي واجب ديني، واجب ديني يجب ان يقام به. اصبر، هاي احسنت، خلي واجب من ديني، من الله لو من الشيطان؟ لا، من الله عز وجل. ايوه، الله قال لك واجب. لما تترك الواجب والله اللي قالك يا واجب عليك تتركه، تعاقب ولا لا؟ إذا كان واجب يجب أن يقام به، وتركه عقاب. صحيح، أحسن. اللي يترك الإمامة وما يعتبرها واجبة من الله شنو عقابه؟ الإمامة ماذا تقصد؟ نعود إلى نفس النقطة. ماذا تقصد بالإمامة؟ الإمامة العظمى، يعني له يسير أمور الدين والدنيا والحروب وتوزيع هذا والقضاء بين الناس ويعين القضاة وكلها. يلا، هذا واجب شرعي ومطلب يجب ان يقام. احسن ويكون واجب، ويكون على مشوره من المسلمين. الان نجي الى الدليل. انت تقول مشوره من المسلمين. شوف، انت تقول على مشوره من المسلمين. اولا اريدك ان تعترف انها واجب من الله على كل مسلم، حالك حال الشيعة. صحيح، احسن. الان نجي كيف يعين الامام. انت تقول بالشورى، صح؟ صحيح، احسن. انت سني؟ نعم، سني، انا سني. اريدك، نعم، من النبي صلى الله عليه واله تاتي وتقول لي ان الامام يعين من الشورى هكذا بالنص. ما اريد الايه وشاورهم بالامر، ولا اريد وامرهم شورى بينهم، لان ناقشناها هذه في مساله طلاق عائشه وفي مساله الحروب كانت، وما في هذا الامر. واذا عندك الان
أنه النبي قال شاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم بالخلافة، وأنه قال هنا يعين الخليفة، أنا الآن أغلق البث، جيب الحديث عن النبي والآن أغلق البث. يلا طيب أنا أعطيك الله، بس أعطيني الفرصة يعني لا تقاطعني. تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لم ينص نصا صريحا واضحا لا يختلف فيه اثنان على إمامة أي شخص. زين. فعلم بالعقل أنه أن المسلمين لابد أن يقوم بإمامة. هدوء 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 هدوء. إذن علم بالعقل، الآن دينك أنت أهل السنة والجماعة لو أهل العقل أنتم؟ أهل السنة الجماعة يعملون العقل إذا كان لا يخالف الشرع. يعني عندكم العقل مصدر من مصادر التشريع. العقل إذا كان لا يخالف النصوص الصريحة فهو يعتبر من القياس وهو صحيح. لحظة، النصوص الصريحة لا يخالف النصوص الصريحة، العقل الذي لا يخالف النصوص الصريحة. زين، الآن الشورى عقلا يقول انه لا تخالف اي نص صريح، صح؟ الشورى صحيح. احسن احسن. ابو بكر ماشي ماشي ماشي. ابو بكر لماذا نص على عمر واستخلف عمر؟ لماذا الصحابه عندما طعن انه الاشجع؟ لا اسمع، ابو بكر يرى، هو مو من حقه يرى، المفروض الشورى هي الاصل. الان تبين انه يعني ابو بكر مو عاقل، ابو بكر مخبل. لحظه، لا. انت قلت العقل يقتضي ان الامام يعين بالشورى، اذا ابو بكر مخبل لان عين بال 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 بالتنصيب. لو كان عاقل كان عينه بالشورى. يلا تفضل. وجيب عليه بعد ان عين عمر اجمع عليه المؤمنون ولم يخالفوه. لحظه، انت تقول بعد ان عين عمر، لك يا ابن عمي افهم. الان توصلنا الى نقطه انه العقل، الانسان العاقل ما يعين شورى، بدليل انه النبي عاقل ما عين كما انت تقول. اذا السيره الذي سار عليها النبي هو عاقل، فالمفروض ابو بكر يصير مثل النبي عاقل، هم يتركها الشورى. ليش ابو بكر ما استخدم العقل وعين؟ بالعكس، من العقل والرجاحه انه عين عمر لانه مستتب. الان نرجع خلينا نرجع للفار. لحظه، خلينا نرجع للفار، نعيد السؤال. سؤال يا فار، نعيد السؤال. الان الصحيح هو التعيين يصير عقل لو الشورى يصير عقل، شو تقول؟ يلا بارك الله فيك. يعني انا خليفه المسلمين ويجب طاعتي، قبل الخليفة، قبل الخليفة انت شلون صرت خليفة؟ انت شلون صرت خليفة بأمر النبي؟ النبي الحكيم تركها شورى ولا تركها تعيين؟ اريد مثل النبي. تركها شورى. احسن. اذا النبي هو وجد الخير ووجد العقل ووجد الكذا وتركها شورى. الان نجي على ابو بكر، ليش ما تأسى بالنبي وصار عاقل مثل النبي وعين؟ لأنه لا يمنع أن يختار رجلا مناسبا لا يختلف عليه. بالله عليك، شوف اللف والدوران إخوان، هذا عاقل وهذا عاقل. شوف اللف والدوران عند محاوريكم، يقول إنه قلت له اعطيني دليل إنه الشورى يعين بها الحكم، قال لي الشورى ما عندي دليل بس النبي تركها، فتعين بالعقلي أن ترك النبي يلزم معه أن نتشاور. خوش، إذن هذا هو الصح، وهذا اللي النبي أراده وفعلناه مع أبي بكر. علما كذب هذا الكلام. ليش؟ لأنه لو الأنصار فهموا هذا الأمر، لكن أنا إذا جاريهم شو أسوي؟ مع هاي البضاعة الموجودة. لأنه هذا الأخ لو شوية يفكر، لما اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة الأنصار عينوا سعد بن عبادة، فمعناه الأنصار مو مثلك، مو عقال. لو كانوا عقال مثلك كان ما عينوا، اجتمعوا حتى يعينوا. لما عرفوا هدوء خلا كمل خلا كمل. تفضل. أصل المسألة يا أخونا أنه إحنا نقول إنه هذا الأمر أمر شرعي ولا عقلي؟ أنت تركت الشرع الآن،
ورحنا للعقل. بالمناسبة علماءك ما يقبلون العقل مصدر من مصادر التشريع، بس أنا جاريتك ولو الآن قل لأن أنتم اكتب الآن ما يقبلون عندكم العقل مصدر من مصادر التشريع، بل يزندقون المعتزلة ويزندقون الجهمية والأشاعرة لأنهم يعملون العقل في هذه المسألة ويشكلون لحظة ما عندك هاي المخالف في النص. لماذا؟ لماذا؟ الآن لو قلت لك نصا، أنا ما أريد أخذ وما أريد أسحبك في هذا الموضوع لأن الموضوع يطول. أولا النص من الذي يفهمه؟ أنا الآن أقول أن عندكم نص أن الله ينزل ساعة 2:30 بالليل، هل العقل يتحمله؟ أنا عندي ناس عندكم أن الله يدخل رجله في جهنم، فيلزم أنه جهنم. العقل يقول أنه أنا الآن أدخل هذه المسبحة في هذا الصندوق، يلزم أن المسبحة دخلت لأن الصندوق أكبر، الله دخل رجله في جهنم، يعني جهنم أكبر من الله، هذا العقل يقول. وإلا لو كان جهنم أصغر ما تدخل. فالآن أي عقل خل أكمل وأتركك تعلم. فالآن ما هو العقل؟ العقل يقتضي أن عمرو بن ميمون ذهب، والكلام عند مسلم، ذهب ورأى أن قردة يرجمون قرد بخار. فماذا قال؟ قال ما دام القردة رجموا أنا هم أرجم معه. الآن إذا أنا أشوف ديك ودجاجة يتعاركون ألزم الحجارة وأضرب الديك، ولا أضرب الديك؟ لا الدجاجة عوف خطية، أضرب الديك. شنو هالعقل هذا؟ ما تقولي شنو هالعقل؟ بس عندي تعليق صغير بعد ما تكمل حجي وعد. تفضل أخونا حسن، أنت قلت أنه أبو بكر عين عمر لأنه الأجدر، صح؟ صحيح. يعني النبي ما كان يرى أبو بكر أجدر، صح؟ لحظة أبو بكر، لا لو كان أبو بكر الأجدر لكان عينه النبي، صح ولا لا؟ إذن النبي لا يرى أبا بكر أجدر. شكرا جزيلا على هذا الكلام وبارك الله فيك. دعني أرد عليك. يلا سيدنا. أول حاجة النبي عليه الصلاة أبو بكر أبو يا شوي تماني شلون؟ الصحيح عندنا، بارك الله فيك، الصحيح عندنا أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. إيه أعرفها، قال إذا شفتي. إذا لماذا لم يعين أبا بكر إذا هو الأجدر؟ كان يريد أن أعين، فقال يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر، وهو يعلم ليش ما عينه وهو الأجدر. هو عمر عين أبو بكر، عين عمر، كان هو يعين أبو بكر وخلص. هو أبو كريم لا، هو من الأعلم، من الأعلم أبو بكر أم الأخ المتكلم؟ لماذا أبو بكر لم يحتج هذا بهذا في سقيفة بن سعدة؟ ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقال لها كذا ويا أبا الله ورسوله إلا، ليش ما احتج بهذا؟ تجب أن الخلافة في قريش فقط. إذن هذه كذبة من كذباتكم أخوي العزيز، هذا الحديث مكذوب، صح؟ صح لو مو صح؟ لماذا لم يحتج به أبو بكر في سقيفة بني ساعدة؟ صوتك ده يقطع، صوتك حسن. هذا من كتاب الله بآية أو حديث، لا يعني لا أخونا ما عندك صوت، صوتك يقطع. السؤال يقطع. السؤال يا أخوان، السؤال لماذا أبو بكر لم يحتج بهذا الحديث، حديث المرأة التي جاءت تسأله فقال لها تأتين العام المقبل إن لم تجديني تجدين أبو بكر ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، لماذا أبو بكر لم يحتج بهذا الحديث في سقيفة بني ساعد على الأنصار واحتج بأن الخلافة في قريش؟ أنت أعلم من أبو بكر؟ أخونا حسن صوتك يقطع، إذا ممكن تغير مكانك شوي لأن عندك تقطيع بالصوت. عمار ويانا، عمار علي،